تقنية تصوير معروفة اسمها التايم لابس، معرفش ترجمتها تبقى ازاي، تصوير مرحلي ولا تصوير زمني، مش عارفة ممكن تترجم ازاي، بس بالاختصار انه هي تثبيت الكاميرا بنفس الحجم وبنفس الزاوية والتصوير لمدة 24 ساعة او اكتر. ده بيدي مع الفاست موشن او مع السرعة الكبيرة بيدي تأثير مهم جدا. يعني مثلا لو انا عايزه اشوف نمو نبات ما واعرضه للناس، اكيد مش هقعد اعرض لهم شرايط 24 ساعه او 48 ساعه او 72 ساعه، انا بصور 72 ساعه وبعد كده مع الفاست موشن بتقدر تشوف في ثواني معدوده ازاي البرعم بيطلع من البذره وبعد كده يتفتح الخ الخ الخ. تايم لابس ده له شكل جمالي رائع وفي ناس كتيره بتستخدمه لاغراض مختلفه، بس احلى تايم لابس شفته مؤخرا عمله مهندس معماري مش متخصص في الميديا ولا في التصوير، انما متخصص في محبه الاماكن المصريه. ياخد كاميرته وياخد شنطته ويروح جبل موسى، سانت كاترين، النوبه، الفيوم ويصور، بس طبعا بتقنيه اكثر تعقيدا من اللي انا قلته، يعني مش مجرد انه بيثبت الكاميرا. حركه النجوم وتغير النور من الليل للنهار بتخلي المشهد في المنطقة دي المصرية أكتر وأحلى من أي حملة دعائية ممكن التلفزيونات تعرضها البلد. خلينا نشوف بعض من رحلاته والتايم لابس اللي صوروا الأماكن في مصر وقد إيه هي رائعة ومبهرة. احكيلي بقى على التايم لابس اللي انت عملته الاماكن دي وانت بتروح كده، انت بتكلف ده وتعمله لوحدك وتنزله على الانترنت وخلاص، وادينا برضو بعض التيبس او بعض النصايح او التفاصيل لتقنيه التصوير دي. هو مبدئيا انا بدات الموضوع ان انا حابب ان انا اتفرج على مصر، اشوف مصر من زوايا كتير مختلفه، يعني احنا دايما بنحب نسافر في الريزورتس والحاجات اللي هي في شرم الشيخ في الغردقه، طبعا حلو جدا، بس ممكن يعني هي بالنسبه لي هي بروتوتايب مكرر في كل حته. ايه اول منظر اثرك وقلت لا انا لازم اصوره بالتقنيه دي؟ في النوبه. كان مشهد ايه او منظر ايه؟ كان منظر المراكب وهي بتتحرك في النيل. يعني المراكب وهي بتتحرك بسرعه جدا كتيره وحركتها يعني ممكن نحس ان هي راندوم، بس هم بيبقوا عارفين هم بيعملوا ايه. يعني اللي يبص عليها يفتكر ان هم ماشيين كده خلاص، لا بس يعني هو لازم يتحرك بطريقه معينه عشان حركه الرياح مع تيار الميه اللي جاي من النيل، عشان هو ما ينفعش يقاوم، يعني هو لازم يعني يبقى فولوينج للطبيعه، مش يعني زي المركب اللي هو بيتحرك دوت. في حد ممكن يقول لك ده بس فاست موشن، يعني انت بتصور وبتعمله بس تصوير سريع وخلاص؟ يعني بيبان الفرق، بيبان الفرق ان هو دي سيكونس شوتس ورا بعض، يعني هو في فواصل، يعني في فاصل حته المركب ما بانش فيها.
هو بيبان من مكان لمكان لمكان، لكن يعني اللي هيشوف فيديو متسرع هيحس ان في فرق كتير، بيشوف حاجه بتتحرك بسرعه غير طبيعيه. فيمكن انا بقدر يعني اشوف طيب حركه ده. النجوم بقى اللي ما اعرفش كان باينه في اي منظر، بس تحس كده ان انت شايف المجره، انا ما اعرفش ده في عدسه وايد انجل مثلا، ما اعرفش لا بخلاف الايفكت ده هسال عليه بعدين. انما ساعات كده تلاقي النجوم وتحس انك شايف المجره، يعني يديلك احساس ان في جرافيكس الموضوع، ان انت مركب حاجه على حاجه. لا هو الحقيقه انه في الصحراء المجره دي انا بشوفها بعيني، يعني مفيش حاجه من اللي موجوده هنا انا مش شايفها بعيني في الطبيعه. الميلكي واي بتطلع في اماكن ضرب التبانة؟ هو هي مش ضرب التبانة كلها، هو ارم معين انا مش فاكر اسمه، في ارم واحد بيبان لنا وليه شهور في السنه بيبان فيها اكتر من شهور ثانيه. يعني هو في شهور الصيف اللي احنا فيها دلوقتي هو باين قوي اكتر وقت، من شهر 4 شهر 5 لغايه شهر 8 وشهر 9. وتحس ان قبه السماء يعني كانك حاسس بحركه الكره الارضيه. اكزاكتلي لان هو الارض هي يعني ده ما فيهوش اي ايفكت؟ لا خالص، يعني هي الفكره ان احنا الارض هي اللي بتلف، فاحنا طبعاً. بنشوف النجوم بنفتكر ان هي يعني اكشلي احنا بنلف حواليها. طيب الجزء بقى اللي فيه عامل زي الشهب كده، ده ايفكت، في حاجه انت بتعملها بتثبت حاجه؟ اوكي هو انا ممكن اخد الشوت دوت ده، انا ممكن اخده في وان شوت فعلا من غير ايفكتس. في حاجه اسمها لونج اكسبوجر، ان انا بفتح العدسه بتاعت الكاميرا، الشاتر بتاع الكاميرا بفتحه ممكن افتحه ساعه، ياخد لقطه واحده بس. فهو في خلال اللقطه دي، في خلال ما هو مفتوح كده، هو اي ضوء بيعدي قدام الكاميرا بتسجله اكنها بترسمه. ففي الوقت دوت في الساعه دي النجوم اتحركت من البوينت دي للبوينت دي، فالكاميرا رسمت الارك كله بتاع الحركه بتاعت النجمه. فانا ممكن اخد سنجل شوت يكون فيه كل الدايره دي كده باينه، لكن طبعا عشان ابين ان الارك بيزيد وبيكبر ده افكت. طيب ايه عايز توصل بالتصوير ده لفين؟ نفسك زي ما انت قلت في البدايه نفسك تسيب الهندسه وتكمل في التصوير؟ انا ممكن يعني اسيب، بالنسبه لي انا يعني اللي انا عايزه من التصوير على المستوى الشخصي انه انا لو هعمل حاجه مختلفه ما حدش عملها قبل كده، انا ممكن ان انا اسيب الهندسه وابدا اركز في اللي انا بعمله، لان خصوصا ان انا حابه وانا بستمتع بكل لحظه وانا قاعد في الاماكن دي وانا بعمل التصوير دوت. انا بصور، انا انبهرت بالاماكن دي ولقيت ان كتير قوي عندنا صحابي وقرايبي ما يعرفوش الاماكن دي خالص، فبقيت ان انا حابب ان انا اشير الحاجات دي للناس والناس كلها تشوفها وتقدر تعرف ان في اماكن في مصر هم ما يعرفوهاش خالص او ما شوفوهاش، لانه ممكن يكون ما فيش اهتمام قوي بيها، في تركيز على حاجات معينه، او يعني ممكن نهتم اكتر التنوع دوت، يعني هو يجيب لنا سياحه من نوع مختلف. إيه انت قصدك انه التركيز بيبقى على المنتجعات السياحيه مش على الاماكن الطبيعيه يعني؟ بالظبط، يعني هو في تركيز على حاجه معينه، بس الحاجات التانيه دي يعني في ناس كتير بتحبها برضو، يعني زي سينا مثلا فيها هايكنج اكتيفيتيز، فيها كانيونز، فيها روك كلايمنج، الحاجات دي كلها بتجذب الناس كتير جدا غير الريزورتس. يعني الريزورتس بتجيب ناس، بتجذب ناس للسياحه، الاماكن الثانيه دي برضو بتجذب ناس من نوع مختلف. عندنا في دهب مثلا وفي الغردقه وفي كذا حته في ناس بتيجي مخصوص للدايفنج، عندنا بلو هول من اشهر اماكن الدايفنج في العالم، ناس بتجي لها مخصوص من كل حته. عندنا في سيوه وفي الفيوم في ايكولوجيست، الفنادق البيئيه، والسياحه دي مطلوبه جدا والناس بتجي لها مخصوص، وعندنا في سيوه فنادق من اغلى فنادق في العالم. غير السياحه العلاجيه برضو اللي في سيوه وحمامات الرمل والحاجات دي، فيعني احنا عندنا تنوع رهيب في السياحه، يعني في الطبيعه في الطبيعه بالظبط.